وطبعا المسيح قال انتوا يعني بترجموني لاني قلت اني انا ابن الله. وكلمه ابن الله لاحظ انه حاولوا يرجموه مره ثانيه، لانه خلي بالك انت ما يعني تحكمش على الكتاب في القرن الحادي والعشرون، انت بدك تشوف كيف كان تفكير اليهود. اليهود كانوا مدققين في الكتاب المقدس، يعني ما تقول لي انك انت محافظ اكثر منهم، لا انا بعطيك السند والدلائل اذا بتحب، بس هاي مش وظيفه اليوم. كان شعب مدقق جدا، وكان اخطر قضيه بالنسبه لليهود هو التجديف، انه انسان بيجعل نفسه اله. فقال يسوع يعني انتم بدكم ترجموني لاني قلت اني ابن الله. فالفكرة أحبائي كلمة ابن الله يعني المسيح هو كلمة الله، وفي نفس الوقت يعني المسيح يعبر عن الذات الإلهية، واحد أنا والآب واحد في الجوهر مع الآب. خلي بالك كمان مرة عشان تفهموا يا جماعة، الكلام مش مجرد عشوائي. لو قلنا مرة تانية بكرر الكلام، لو قلنا إنه المسيح إنسان وجعلناه إله، هذا كفر، وأنا أتفق معك هذا كفر. لكن الله يريد أن يتخذ جسد، وهو القادر على كل شيء، وأنه حتى يقدم الخلاص، والله الغير محدود كإنسان ممكن يموت على الصليب، وكإله بعده يدير الكون ويحافظ على الكون. منكرر في طبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في اتحاد كامل في جوهر واحد.